واحنا بنتكلم برضو عن ضمن المواهب، دورنا هنا في برنامج الاشبال ان احنا بنتابع المواهب، مواهب النادي الاهلي. تجربه التشيك اللي احنا شفنا لعيبه خرجت منها، محمد مغربي اللي سبق ليه سافر التشيك، خاض مباريات مهمه ورجع مره تانية وعوده مره تانية الى النادي الاهلي. برضو من اللاعبين المميزين اللي لعب في كاس الرابطه واختفى فتره لكن احنا راجعين نسلط الضوء عليه ونتابعه ونشوف اخباره ايه، المهاجم محمد ياسر. محمد ياسر اللي كان لعب في كاس الرابطه مع النادي الاهلي وظهر بصوره مميزه جدا، برضو من المهاجمين اللي اشتراهم النادي الاهلي من شربين، ضمه لقطاع الناشئين، ظهر بصوره مميزه في كاس الرابطه، تمت اعارته الى نادي تبليس التشيكي. معانا على الهاتف يا شباب، معانا عبر سكايب. طيب عبر سكايب من التشيك لاعب النادي الاهلي المعار الى تبليس التشيكي محمد ياسر، تحياتي ليك يا محمد. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، ومساء الخير عليك وعلى جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الاول طمنا عليك، يعني ما شاء الله اديت في مباريات الرابطه مباريات كبيره، تالقت، ظهرت، بدات الناس تتكلم عليك، فتره اعاره دلوقتي الى تبليس التشيكي، عايزين نعرف اخر اخبارك. والله الحمد لله يا كابتن، بس انا لما جيت هنا في الفتره الاولى ليا حصل لي اصابه طويله، واخر فتره الحمد لله بدات ان انا اشارك مع الفريق الاول، اشارك في الماتشات بس ماتشات الرديف، والحمد لله لعبت اخر فتره ماتشات الرديف وساهمت الحمد لله بالاهداف الحمد لله. يعني بدات دلوقتي تشارك مع فريق الرديف، الاصابه الحمد لله الامور مطمئنه دلوقتي. الحمد لله بالظبط. طب عشان الناس تفتكر معانا محمد ياسر، انت لعبت في كاس الرابطه يا محمد صح؟ المباراه اللي لعبتها كانت مباراه، لعبت قدام المقاولين اخر ثلث ساعه، كنت سجلت هدف في اخر دقيقه بس اتلغى بسبب كان لمسه يد. طب قول لي، كلمنا عن التدريبات في التشيك، الحمل التدريبي طبعا مختلف عن قطاع الناشئين في النادي الاهلي، وانت بتشتغل دلوقتي مع فرق اعلى في المستوى، اخبار المستوى الفني والتدريبات البدنيه ايه؟ هو طبعا الواحد استفاد من التجربة دي كتير على العامل النفسي والعامل البدني. احنا بنتمرن في الأسبوع مرتين تمرينتين يوميا، مرتين تمرينتين يوميا، فالواحد استفاد بشكل كبير جدا بالبدن هنا كويس، البدن هنا كويس، التكتيك برضه على أعلى مستوى هنا. بس أنا زي ما قلت لحضرتك أنا كنت مصاب الفترة اللي فاتت، بس في آخر فترة الحمد لله قدرت إن أنا أرجع تاني وقدرت ان انا اشارك واقدر اساعد الفريق. يعني قول لي بس عشان الناس تبقى عارفه، محمد ياسر بداياتك في الكوره كانت فين يا محمد؟ انا قلت النادي الاهلي اشتراك من شربين صح كده؟ بالظبط سنه 2017 النادي الاهلي اشترينا من شربين. كان الكابتن مهيب غنيم نزل لي خبرات من النادي الاهلي، والنادي الاهلي اعجب بقدراتي وبس النادي الاهلي قرر انه يستدعيني في التدريبات، وبعد ما قدرت اثبت نفسي النادي الاهلي اشتراني من النادي الجديد. وانت معانا على التليفون دلوقتي، احنا عبر سكايب بنعرض دلوقتي لقطات ليك موجود معانا على الشاشه، انت احرزت هدف من يومين صح كده؟ بالظبط، كنا بنلعب اول امبارح بس خسرنا 2-1، بس قدرت ان انا اسجل هدف وسببت في طرد لاعب من الفريق الثاني. كويس. طب قول لي بقى، يعني التواصل مسؤولين في النادي الاهلي الكابتن امير توفيق، المسؤولين كابتن خالد بيه، وهل في تواصل معاك يا محمد وبيتابعوك؟ طبعا كابتن امير توفيق وكابتن خالد بيه ومستر مايكل دايما بيكلموني بيسالوني ايه اللي ناقصك هناك، وانا بكلمهم يعني في كل حاجه، وان شاء الله هرجع فتره توقف كاس العالم واقعد مع النادي واتكلم اذا كان ممكن ان انا اكمل هنا او ان انا اخرج اعرف فريق ثاني. تمام، بتتكلم تشيكي دلوقتي كويس ولا الاخبار ايه؟ لا طبعا بتكلم بتتكلم تشيكي كويس؟ طبعا طيب لازم نتعلم عشان نقدر نتواصل هنا. تمام، قول لي ذكرياتك مع بطولة الرابطة، ان البطولة دي في الوقت القليل اللي انت لعبت فيه في مباراة المقاولين، يعني بدأت تلفت الانظار وبدأت الناس تتكلم عنك بشكل كبير. بالظبط، هو كان حلم بالنسبة لي ان انا
تكون موجود مع الفريق الاول. والحمد لله كابتن خالد بيبو ومستر موسيماني لازم اشكره على الثقه اللي ادهاني واداها لكل اللعيبه اللي كانت معايا. طبعا ده من احسن ذكريات حياتي ان انا صعدت مع الفريق الاول، ده كان حلمي بالنسبه لي. طموحاتك ايه يا محمد خيال الفتره اللي جايه؟ تجربه في التشييك، الانظار عليك، طموحاتك، نفسك ترجع النادي الاهلي مره ثانيه، نفسك تاخد فرصه مع الدرجه الاولى؟ والله انا نفسي ان انا ارجع النادي الاهلي، بس لازم قبل ما ارجع النادي الاهلي اكون ثابت نفسي بشكل كويس ان انا اكون مستحق ان انا اكون متواجد في النادي الاهلي. واحنا ان شاء الله دايما هنتابعك يا محمد، هنكون معاك ودايما هنتابع اخبارك، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. نشكر محمد ياسر لاعب النادي الاهلي المعار الى التشيك، ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. وزي هنا عادتنا في برنامج الاشبال دايما بنسلط الضوء على كل المواهب سواء خارج النادي الاهلي زي ما شفنا بلال مظهر عبد الرحمن، وايضا لاعب النادي الاهلي محمد ياسر.